اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا رحيم يا رحمن يا حنان يا منان اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة واجعلنا فيه من المرحومين ولا تجعلنا فيه من المحرومين اللهم واجعلنا فيه ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنت له الروع يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه يا رب العالمين يا رب العالمين يا حنان يا الله يا منان يا الله اللهم إنا نسألك أن تبارك في نفوسنا وفي سمعنا وفي أبصارنا وفي روحنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلنا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بیننده های عزیز با تقدیم می دعا خداوند دعای همه ما شما را قبول کنه و تا برنامه آینده شما را به خداوند بسپاریم
روزهای عید به همه شما مبارک میگیم. پروردگار عالم در حفظ و امان خود داشته باشه و همه ما و شما را با عباداتی که کردیم با امی عبادات تا بار دیگه که رمضان به سراغ ما به خداوند ما را نگه داره. از همه شما یک جهان تشکر. خداوند نگهدار. عید مبارک.